خلى حضرتك تختار نور الشريف لكتابة كتاب؟ لأن أنا أولا شايف نور الشريف طبعا علامة مهمة في تاريخ السينما العربية مش المصرية بس. صحيح. بس كنت شايف أن الكلام عنه كممثل أو كنجم مش كافي، زي ما حضرتك ذكرت نور الشريف منتج ومخرج وصاحب رؤية فنية وصاحب مشروع فني ماشي من أول خطوة لآخر خطوة، مكتشف نجوم ممثلين وممثلات ومخرجين وكتاب. فهو الراجل كان، أنا كنت دائما بوصفه أنه هو صاحب مؤسسة فنية، أو هو عبارة عن مؤسسة فنية متحركة. فكنت حابب أقدمه للناس بشكل مختلف ونتكلم عنه، لأنه هو نموذج متكامل إزاي من أول خطوة لآخر المشوار أنت مقرر هتمشي على إيه، طول الوقت بيدرب نفسه بيطور نفسه علشان طول الوقت يبقى في المقدمة. فقدمه نموذج مختلف مش مجرد ممثل بس. عملت إيه بقى يا فندم عشان نقدر إن إحنا نقول الكتاب ده قدم نور الشريف بالشكل السليم اللي نقدر نقول إداله حقه؟ هل حضرتك شفت كل أعماله مثلا؟ اتفرجت عليها تاني، يعني انا اوريدي بنشوفها طول الوقت، احنا بنشوفه بنتفرج على مسلسلات عشرات المواسم. ده اللي اقصده، شفت كل اعماله قبل ما احضر للكتاب. لان في اعمال انا شفتها زمان زي مثلا مرد الجبل في التلفزيون او اديب، فعشان اكتب عنها في الكتاب. هو اول عمل شارك فيه دراميا كان القاهره والناس تقريبا، القاهره والناس مع الاستاذ محمد فاضل. وساعتها دي كانت بدايه النجوميه اللي هو توهج والشارع كله بيتكلم عنه. سنه كان صغير جدا في الوقت، في نفس توقيت ثلاثيه مع نجيب محفوظ تزامنا، فكان بدايته نجم. فبدأت في أعمال أنا حافظها، بس لأن الموضوع قراءة، يعني أنا بعيد قراءة أو بقرأ أو بعمل رؤية نقدية لمشوار نور الشريف. بدأت تشوفها بقى برؤية الناقد مش برؤية المتابع. اللي هو أتفرج على المسلسل على مدار مثلا 3 أيام، أقفل أكتب.